كيف ممنوع؟ ورا السياج عادي خذ راحتك. طول عمري بصور قبل السياج. طول عمري بصور، 5 سنين بصور هون. ها؟ مدير مكتب النواب انا يا سيدي. 5 سنين بصور هون أول مرة حدا يقول لي ورا السياج. الله يعطيك العافية، الله يحييك. الله يكرمكم يا ربي. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. إحنا مجموعة من المنظمات الوطنية، مجموعة من المنظمات تمثيل المرأة والطفل. مجموعة من المنظمات معترضين على التعديلات الدستورية المتعلقة بموضوع الأسرة والمرأة، لأنه هاي التعديلات رح تؤدي في النهاية، طبعا هي من الناحية اللغوية ما عندناش الجدل اللغوي اللي بدنا ندخل فيه، احنا اللي دعينا الآن موضوع انه رح تهدد مطالبة بالمساواة المطلقة ما بين المرأة والرجل، كل قانون رح يأثر على المراكز القانونية للمرأة والرجل ورح يؤدي يكون مستند لمجموعة من المطالبات في الاتفاقيات الدولية بحيث تؤدي في النهاية لإسقاط مجموعة من القوانين المضرة بالأسرة. رح تؤدي في المجمل لإسقاط عدد من القوانين المضرة بالأسرة. أول بند فيها لموضوع قوانين الأحوال الشخصية كثير منها. موضوع القوامة، موضوع النفقة، موضوع كذا وكذا، كل هاي المنظومة رح تسقط تلقائيا بوجود هذا القانون، رح يكون في مستند لبعض المنظمات خاصة الدولية اللي هي من خارج الأردن بضمن التمويل المشروط اللي بيقدموه للمنظمات المحلية، بعض المنظمات المحلية رح يطالبوا بتعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية المتناقض مع الشريعة الإسلامية واللي بيؤدي إلى تهديد الأسرة، هاي أول نقطة. حتى في القانون الجنائي المدني المفعول فيه في كثير من القوانين رح تتوقف، من ضمنها قضية إفساد علاقة زوجية، هذا مثال كمثال. الآن قائم يستطيع الرجل الشكوى على أي رجل آخر أفسد العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، إذا تم التعديلات يمكن المطالبة بإلغاء هذا البند وقيس عليه مجموعة كبيرة من البنود في حتى في قانون العام القانون الجرائم المفعول فيه رح تسقط، رح يكون مستند لهم، لأنه الآن في حديث عن مطالبات بإلغاء وفق ما تطالب فيه الاتفاقيات الدولية. والموضوع الثالث الأخطر موضوع العنف. العنف مفهوم العنف لم يتم للآن لا بالأمم المتحدة ولا بأي شكل رسمي عالمي تحت توضيح تعريف محدد لمفهوم العنف وما زال مغموم، فكيف بده يتم إضافته للدستور الأردني؟ العنف إذا الأمم المتحدة ما اتفقت على تعريفه، كيف أنت بدك تضيف نص في الدستور الأردني يستند عليه في سن بقية التشريع والتشريعات والقوانين الأردنية دون الاستناد لتعريف معتمد دوليا؟ هذا تعريف فضفاض زيه زي الإرهاب، زيه زي التطرف. أعطيني تعريف معين للتطرف، هو عبارة عن وعاء بحطه فيه حسب الأمزجة، فضفاض. فهذا بضر بمصلحة الأردن بالتشريعات الأردنية وبالقوانين الأردنية. العنف بدهم يضيفوه مصطلح أردنيات ما في داعي لإضافته إلا للاستغلال للتمييز لصالح المرأة أو للتمييز مع المرأة ضد الأسرة، لا لمصلحة المرأة الأردنية التمييز ضد الأسرة
ولا لما استحتمر الأردنية نفقد ميزان التوازن ذو جوا الأسر، لأنه فقدان الأسرة معناه فقدان حقوق المرأة، معناه حقوق الطفل، معناه حقوق الجميع. أما المشي بشكل أعمى وراء الاتفاقيات الدولية والمطالبات الدولية دون مراعاة المصلحة الوطنية ولا مصلحة الأسرة الأردنية يضر في كامل نسيج المجتمع الأردني وبضر بالأسرة الأردنية وما بيخدم مصلحة المرأة. من المتحدث باسم المرأة؟ إحنا هون نساء من المجتمع الأردني ممثلات لمنظمات كثيرة. الفرق بينه وبين أي من يطالب هذا الموضوع أننا لا نقع تحت طائلة إملاءات التمويل المشروط للمنظمات الدولية. إحنا أحرار من موضوع التمويل، وعشان هيك إحنا واقفين مع الوطن بصدق. وضعنا الاقتصادي من وضع الوطن ما من بيع ولا نشتري فيما يتم طرحه من اتفاقيات دولية. نرفض الاتفاقيات الدولية التي تتناقض مع مصلحة الأسرة، ونحن نطالب بحقوق الجميع وليس فرد لا مرأة ولا رجل. مطالب بمصلحة الأسرة جميع أفرادها، والكل رح يكون مستفيد. مصلحة الأسرة رح تخدم كل الأردنيين رجالا ونساء، هتخدم كل الوطن. أنا أضيف مصطلح أردنيات في دستور أردني يستند لمساواة الأردنيين جميعا ذكورا وإناثا، ما في داعي لهي التعديلات. هاي مطالباتنا الرئيسية اللي يعني إحنا بنتمنى أن توصل لمجلس النواب ولجميع النواب، لأنه أنتم ممثلين الشعب. يعني إحنا اخترنا من يحمي الوطن من هاي التدخلات، فنتمنى إنكم تسمحوا لنا نسلمها إن شاء الله تعالى. أنا بس يعني بعجالة أتمنى على النواب يوجهوا استجواب للحكومة الأردنية فيما يتعلق بالمذكرة اللي تم تسريبها، وهي تتعلق بلجنة تنفيذ خرجت على وسائل الإعلام أمام المنظمات المجتمع المدني إنه في مذكرة موجهة من لجنة مراقبة التنفيذ بنود اتفاقية سيداو تحث الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه البنود من خلال التعديلات الدستورية المتعلقة بالأسرة والمجتمع، ورفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية سيداو اللي هي الآن بدغدغ عواطف الناس إنه إحنا مع العنف ضد المرأة، مع إضافة كلمة الأردنيات بدل الأردنيين، تمكين المرأة. اليوم إحنا كقانونيين حقوقيين ومعنيين بالأسرة والمجتمع أمام معضلة وإشكاليات قانونية. الإشكالية تبدأ بتغيير مراكز القانون داخل قانون الأحوال الشخصية. إلنا محافظين وإحنا بنحكي إنه آخر قلاع أهل السنة والجماعة وحفاظنا على عاداتنا وتقاليدنا يكمن في قانون الأحوال الشخصية الأردني. يجي أنت الآن من خلال تعليمات الغربيين وشرع الغربيين وتعبث في بنية مجتمعنا وأسرنا، فهذا منحى خطير تتوجه إليه الآن الحكومة الأردنية. وللأسف اللجنة القانونية بالأمس ما أمضت ساعات حتى حالت هذا القانون، هذه التعديلات إلى مجلس النواب. ولذلك أماني من حملكم إياها إنه الآن يكونوا حريصين جدا إنه هذه التعديلات الدستورية المتعلقة بتعديل وإضافة لفظ الأردنيين، لأن راح يخلق معنا إشكالية لقدام اللي هو الجنس الثالث. هذا مفتاح راح يكون بوابة على مصراعيها مفتوح أمام إضافة الجنس الثالث. والوصول أيضا للدستور ما راح، إذا واجهوا الآن بعادات وتقاليد النواب والمحافظين راح يدخلوا عليكم من منطلق الأنظمة والتعليمات، وهذه أشد خطورة. ولذلك إحنا وقفتنا اليوم حتى نمنع ونطالبكم بعدم تمرير التعديلات الدستورية سواء المتعلقة بالأسرة أو المتعلقة بالقوانين، لأنها ستجر علينا تعديلات أخرى على قوانين مختلفة، منها أصول المحاكمات الجزائية، قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، ورح ندخل في إشكاليات لا يحمد عقباها. فهذه أمانة أبو مجاهد نحملك إياها أنت والأخ نائب أمام الحكومة في ظل الأطر التشريعية اللي تبحث عنها. بارك الله فيك. أول شيء أنا يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يبارك فيكم. يعني حقيقة وقفتكم وقفة عز، والواحد بيفتخر بمثل هاي الوقفات. وأنا باعتقادي إنه لما نقرأ ونسمع إن الشعب مصدر السلطات، نعم الشعب مصدر السلطات، وحتى مجلس النواب الأردني كسلطة تشريعية لما يجد الشعب الأردني الواعي الحر المحافظ يقف خلفه ويدعم قراراته، هاي برضو موقف قوي احنا بحاجته كمجلس نواب في ظل المؤامرة التي تتم الآن على المرأة الأردنية وعلى قيمنا وعلى أخلاقنا، على ما تبقى من أخلاق، على ما تبقى من قيم إسلامية أو عربية. بدهم يهدموا المجتمع، وهدم المجتمع يبدأ بهدم المرأة.
المرأة بدهم إياها فقط الإعلانات، المرأة بدهم إياها فقط الأغاني، المرأة بدهم إياها تكون مشردة. نحن نرفض ذلك أبدا جملة وتفصيلا. والقانونيين الذين قرأوا التعديلات الدستورية ما وجدنا قانوني أيد هذه التعديلات. إذا نقول لمصلحة من هذه التعديلات؟ سؤال موجه ولمن يخطط لهذه البلد وللذين يتآمرون على البلد، لمصلحة من يتم هذه التعديلات الدستورية. والمؤسف في الموضوع الآن إحنا طلعنا من المجلس إنه عاملين ملحق لجدول أعمال الجلسة، ما كان في شيء عن التعديلات، عاملين ملحق نبدأ اليوم بالمناقشة. الأمر خطير وسنعمل بإذن الله على تأجيل هذا الموضوع. لا نقبل أن تسلق سلق لأن هنالك هدف، هنالك نوايا. ويبدو إنه إحنا مشكلتنا السنة أو ختام هالسنة بالنوايا، نوايا سيئة مع اليهود بالمي مقابل الطاقة، وبرضو عندنا نوايا سيئة بالتعديلات الدستورية. لذلك احنا رسالتكم ستصل الى زملائنا في مجلس النواب، وسنقف باذن الله تعالى، سنقف في وجه هذه التعديلات التي تضر بالمرأة، التي تضر بالشباب. جعلوا المرأة والشباب علاقة وبعلقوا عليها، احنا بدنا نمكنكم، احنا بدنا امشانكم، احنا بدنا نحقق مساواة. لقد سبقهم سيدنا محمد عليه السلام منذ قرون وحقق العدالة والإنصاف واحترم المرأة، ومن منا لا يحترم المرأة؟ ولكن احترام المرأة مش بتشردها، احترام المرأة مش نخليها على الإعلانات، احترام المرأة بما حقق لها الإسلام من حقوق ومن واجبات، هكذا المرأة. فلذلك إذا كان دين الدولة الإسلام فلنحترم الدستور الأردني. دستورنا بيقول أن دين الدولة الإسلام، والتشريعات والتعديلات اللي قاعدوا بتتم وبيعلقوا عليها الشماعة إنه مصلحة المرأة كذب. والله إنهم كذابين كذبا وزورا وبهتان، بدهم فقط يضيعوا أخلاقنا ويميعوا مجتمعنا، وأنتم شايفين المجتمع يا جماعة. لذلك سنرفض هذه التشريعات، سنرفض هذه التعديلات بإذن الله تعالى. ستصل هذه الرسالة العظيمة من أخوات عظيمات يقفن في الشارع، هذا الموقف العظيم من أجل المرأة. لا يحق لأحد أن يتكلم، لا يحق لأحد أن يتكلم باسم المرأة إلا المرأة، المرأة الحرة، المرأة الملتزمة، المرأة التي تعرف حقوقها وتعرف واجباتها، هي التي يجب أن تتكلم. أما أنتم يا أصحاب المؤامرة لن نسمح لكم، وسنقف في طريقكم بإذن الله تعالى. وأنا ثقتي بزملائي في مجلس النواب كبيرة، أننا سنقف بإذن الله، بإذن الله لن يخذلونا في وجه هذه المؤامرة، وليست التعديلات، في وجه هذه المؤامرة التي تريد للمرأة أن تكون امرأة فاسدة لا سمح الله. أنا يعني بقدر هاي الوقفة وأخوي حسن، وإن شاء الله إذا معكم شيء بدكم تعطونا إياه إحنا جاهزين نوصله، وكل الاحترام لكم جميعا إن شاء الله تعالى، جميعا إن شاء الله. الجلسة منعقدة. تمام. هذه لكل نائب على حدة إنه من نسخة، تمام؟ النائب على حدة نفس النسخة بقى. أيوة، هاي فيها القضية مشروحة بالتفصيل. هذه المذكرة موجودة كل نائب باسمه، كل نائب باسمه، حتى يتم يعني إحنا مفصلين فيها. كل نائب باسمه هاي، بحيث إنه يتم استيفاء لهم الموضوع المناقشة. هاي راح نوزعها الآن وإحنا في المجلس إن شاء الله تعالى، ويعني مأجورات إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. كنت حابة أعمل مداخلة بصفة مستشارة أسرية. إحدى المشاكل اللي بتيجي عندي واللي يطبق عليها هذا القانون في مسألة العنف الأسري، تأتي عندي بنت في عمر 18 سنة تحكي أبوي ما في إلا واجب علي إنه يخليني البيت، أنا راح أستأجر بيت وأقعد لحالي. والعنف الأسري يطبق هذا القانون، فإذا أصبحت هذه البنت يطالب بهذا القانون تذهب البنت إلى مجلس النواب أو لأي قانون أو أي محكمة شرعية فتستأجر بيت.
بنت في عمر المراهق تستأجر بيت لحالها، أين الولي؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الشرع؟ أين الولاية؟ أين الوصاية؟ أين الدين؟ أين الله سبحانه وتعالى من هذه القوانين؟ لذلك لنتق الله في هذه المذكرة بين أيديكم بصفتي مستشارة أسرية. يعني أنا مستشارة أسرية وهذا يأتي لي من التعديلات. الله يكرمك ويبارك فيك. في هاي التعديلات راح توجد طعنات دستورية بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية بقانون العقوبات، نحكي عن مادة الزنا، لأنه العنف يحكي إنه ما في عنف جنسي على المرأة تحت خارج إطار الزواج، فراح يصير لها الحرية. فتخيل إنه بعد فترة إحنا ما بنحكي هلا راح يجي قد مطعم الدستورية على هاي المادة يلغوها، ما في عقوبة على الزنا بجميع ولها ما بعدها. هي احنا هي الفكرة الآن معلومات عامة وتعديلات ومشاريع وبعض، ولكن سيبنى عليها مستقبلا هو للجيل القادم. نعم. احنا لازم نحط، وإذا ما حافظنا على أبنائنا وبناتنا الآن وثبتنا الأمور ولا ستكون الأمور لا سمح الله. العواقب الخيمة الدستور في الدفاع عن قضايا كثيرة، إذا هم بيعوا الدستور إحنا دخلنا الدستور يقول بأن الدولة دينها الإسلام، تمام، فليحترموا الإسلام، تمام، وحق الجميع، فليحترموا الإسلام وحق جميع المواطنين أن الدستور يحميهم، ما يكون متحيز لا فئة دون فئة. نعم. نحن الأردنيات نرفض هذا التعديلات. الأردنيات مقدرات ومحترمات، الأردنيات جميع الأردنيات يعني مقدرات، ولا نسمح لأحد بإذن الله تعالى أن يميع المرأة الأردنية على الإطلاق. واصلت الرسالة إن شاء الله. البلد بخير وما زال في اردنيات بهذا الوعي وهاي الثقافه. يعني انا بشكر وقتكم واحنا معكم في كل المطالبات اللي تحدثوا فيها، اصبح واضح لكل الاردنيين والاردنيات انه الهجمه هي على المراه. هم بيطالبوا مش بحريه المراه، بحريه الوصول للمراه، لتدمير المراه، والمراه هي لبنه اساسيه في الاسره، فتدمير الاسره فتدمير المجتمع الاردني والمجتمع الاسلامي في البلد، وهنا مكمن الخطر. اخوان الكرام، احنا معكم في هذه المطالب ومعكم في رفض جميع التعديلات التي تهز الاسره الاردنيه. للاسف الهجمه شرسه على الدين الاسلامي، الهجمه شرسه على المجتمع الاردني. ايدي خفيه ومنظمات مشبوهه للاسف تدعم هذه التعديلات لتدمير البلد من الداخل. احنا ابدا بنشجعكم وبنضلكم واقفين، وباذن الله تعالى رسالتكم حتصل وحنوصلها لكل النواب. اللي بنامل باذن الله تعالى انه كل النواب يوقفوا وقفة فعلا، وقفة وطنية هاي تعتبر للدفاع، للدفاع عن المرأة وعن الأسرة بشكل كامل. والله يجزاكم خير. هم سمعوا الأم مدرسة فبدهم يخربوا أول إشي المدرسة. صدقتي هذه الأم مدرسة، وإذا أعددتها أعددت شابا طيب الأعراق. الأيام هاي جيل ماله خرقة، ما بيفهم ولا بيخاف الله، ولا الأم عنده إلها قيمة، ولا الأب، ولا حتى الوطن، ولا بده يهج. وين بدك تهج؟ على أمريكا وعلى بني صهيون. خرب الجيل بالضبط، برجع بقول من أول وجديد، برضه التعليم فيه إلى برضه هو سبب من الأسباب. قاموا شغلات كثيرة هي هي منظومة متكاملة. صحيح. برضه التعليم استنادنا، بدنا نستعجل على النواب، على نوابنا يعبروا عن نبض الشعب، اعتمادنا بعد الله عز وجل عليكم. رب العالمين. إذا تواصل مباشر منكم النواب، تواصل مباشر منكم النواب، كل بمنطقة يحكي مع النواب، تواصل مباشر. وصلوا رسالتنا لجميع النواب. الله يكرمكم. السلام عليكم.